بكم. شكرا لكم الكرام وتحياتي للمنسق القاسم. زعما شرف شرفي كبير تشريف هذا الشخصية الأسماء، وكنتمنى هذا التوفيق ولا راك تحكم مدينة سيدي القاسم. وكنشكر جمعية الأسماء على التكريم هذا التقديرية، وشكرا للجميع الإعلاميين وجميع الحضور، وتحياتي للناس سيدي القاسم كريم. زكريا غادي ويقدمها الفنان المخرج المسرحي عزيز فؤاد. الآن كلمة للصحفي زكريا غادي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.